هل ترى أن إبراهيمي قد يفيد المنتخب في الفترة القادمة؟ الفترة القادمة؟ كأس إفريقيا. كأس إفريقيا. نعم. شوف أنا ما نقدرش ندخل في خيارات المدرب. نعم. هو أدرى يعني بال. أكيد. شكون اللي راح يقدم ال 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 لو بلوس يعني فولو هو اللي هو اللي يشوف المستوى تاع اللاعبين تقنيا وبدنيا. ياسين ابراهيمي واش حنقول لك ياسين ابراهيمي صحيح انه قدم الكثير يعني المنتخب الوطني المنتخب الثاني قدم له الكثير فاز بكاس افريقيا مع المنتخب الوطني عنده مشكل شخصي مع بالماضي لا ما نظنش ما نظنش انا شوف انا ياسين لوم عليه يعني حاجه برك يعني نصارحك مباشره فضل. انا ياسين لوم عليه حاجه برك يعني حتى ولو كنا كاع في الفريق الوطني وكنا كاع في الاتحاد ديال الجزائر لكره القدم كان معايا في كاس افريقيا 2019 صحيح انه هو التحق بالمنتخب الوطني قبلي لكن كنا جزائريين وكنا نحبوا المنتخب الشيء الوحيد هو ياسين في واحد الوقت كان قادر يحمي الرفقاء تاعو وكان قادر يحمي المنتخب كانت فيه تصريحات لي ماشي وقتها ماشي وقت تصريحات هذيك ماشي وقت يعني كما نقولوا حنا فو با تيري سور لومبولونس فهمني بعد يعني الاقصاء تاع الاقصاء المر تاع تاع التصفيات كاس العالم مع الكامرون ابراهيمي صرح انه لا الحاكم ما خطاش وحنا اللي ما كناش وحنا هذه وحنا هذه وحنا هذه يا اخي الا تحاسب حاسب نفسك قبل دير لوتوكريتيك تاعك دير لوتوكريتيك تاعك وحدك من بعداتك روح انتقل للمجموعه انت راك لاعب وكاين مدرب هو مسؤول وكاين رئيس اتحاد وكاين مسيرين هادوما نقدر نقول لك هادوما يقدروا يهضروا على المجموعه ويقدروا يهضروا على المنتخب لكن انت كلاعب تقدر تحاسب نفسك وتقدر تنتقد نفسك دير لوتوكريتيك تاعك وتحاسب نفسك في المباراة هذيك بالذات تقدر تقول بالك انا ما مديتش ولا تقدر تقول انا في كاس افريقيا 2022 انا علاه ما مديتش تقدر تحاسب نفسك امين العبدي هل يقصد بانه تصريحات ياسين ابراهيمي بعد مباراة الكاميرون عندما قال بانه لا يمكننا ان نرجع سبب الاقصاء الى الحكم قاصمة هي سبب لا ماشي السبب انا مانيش نقول لك هي السبب قلت لك انا الحاجه اللي نلومها على ياسين ابراهيمي الحاجه اللي نلومها انا شخصيا على ياسين ابراهيمي انه كان قادر يحمي يعني اصحابه يحمي كما يقولوا المجموعه ولكن لازم في لازم, لازم تعرف الآن. حاجه لازم تعرف حاجه فضل. ابراهيم في 2019 فزنا بكاس افريقيا وبالك رانا من المنتخبات القلال اللي نفوزوا من المباراه الاولى حتى المباراه النهائيه صحيح هكذا الدوره هذيك قلال بالك منتخب مصر ولا حتى منتخب السنغال ما دارهاش من المباراه الاولى صدر مباراه كينيا حتى مباراه السنغال فزنا بكل المباريات ابراهيم يلعب مباراه واحده يعني كي نهضروا ستاتستيك ونهضروا لي شيفر ارقام ابراهيم يلعب مباراه واحده وفي بعض اللاعبين يلعبوا مباراه واحده ثاني واليوم راهم يلعبوا دي تيتولار ما كان حتى مشكل تلعبت مباراة واحدة وفزنا بكأس افريقيا صافي دير كوا بيرسوني تي انديسبونسابل خويا ما كان حتى واحد يقدر يقول انا جو سوي انديسبونسابل خليني نطرح عليك سؤال سامح لي لا هو ولا يوسف بالليلي ولا حتى رياض محرز صراحة تاعك عجبتني يا من العبدي خليني نطرح عليك سؤال جاوبني بكل صراحة ايضا يلام في المنتخب عندما نقول المنتخب منتخب فيه اتحادية فيه مدرب وفيه لاعبين هل ابراهيمي يلام في المنتخب كما تلومه انت الان نفس السبب والله انا كي نسمع هكذا نفهم بالماضي علاش ما داش